أهلا بكم طلبتنا الأعزاء، طلبات المرحلة الثالثة في قسم تقنيات الطباعة الطبية في الجامعة الإسلامية. رجعنا معكم مختبر جديد من مادة تقنيات المختبر المتقدم العملي. مختبرنا اليوم راح يتحدث عن بيبر كروماتوغرافي تكنيك عند الإلكتروفوريسيس. تقنيات الكروماتوغرافي والإلكتروفوريسيس هي إحدى تقنيات الفصل اللي تحدثنا عنها في محاضرات النظري. ذكرنا أربع تقنيات اللي هي distillation وfiltration والبيبر كروماتوغرافي والإلكتروفوريسيس. اليوم الجزء العملي راح يتضمن البيبر كروماتوغرافي تكنيك عند الإلكتروفوريسيس. What is chromatography? Chromatography is technique that used to separate and to identify component of mixture. يعني انه هي تقنية تستخدم لفصل وتشخيص مكونات مزيج او عناصر موجودة ضمن مركب كيميائي معين. هذه التقنية لها مدارس من تطبيقات كما ذكرنا في جزء النظري، مثل تطبيقاتها مثل الصناعة الحقيقية، تطبيقاتها السموم الميكروبية، السموم الكيميائية، فصل المركبات العضوية. كثير من التطبيقات التي ممكن ان نستخدم بها هذه التقنية. هذه التقنية هي تقنية بسيطة وسهلة، ممكن تطبيقها على ورقة فلتر بيبر، على ورقة ترشيح حتي عادية، أو ممكن تطبيقها على ورقة TLC اللي هي Thin Layer Chromatography اللي معروفة بالسيليكا جل بيبر، اللي تكون عبارة عن طبقتين من السيليكا جل وبينهما زجاج أو ألمنيوم. أيضا هذه ممكن تطبيقها في عدد من المذيبات، بعضها مذيبات كالكحول إيثانول ميثانول أو الأيزوبروبانول أو غيرها من المذيبات العضوية. تطبيق التقنية هذه يتم بوضع المادة المواد فصلها أو المادة المواد تشخيصها على جزء معين من TLC أو الفلتر بيبر، وثم نضع هذا حافة الواقع الموضوع عليها هذه المادة في سوليفنت مذيب. هذا المذيب العضوي راح يبدأ يتحرك على الواقع أو يبدأ يرتشع ضمن الواقع، واقع الترشيح أو ضمن TLC بيبر بفعل الخاصية الشائعة. لاحظ هذه نقطة مهمة، الخاصية الشائعة. الخاصية الشائعة هي المحرك الأساسي لحركة المذيب. هذا المذيب من يتحرك على الواقع راح يقوم بإذابة وحمل المركبات الموجودة على سطح الواقع، وبالتالي راح يبدأ بفصلها شيئا فشيئا. لاحظ وياي هذه الصورة. هذه على سبيل المثال لو عندنا مادة كيميائية، مزيج كيميائي، نضع نقطة من هذه المادة على هذه المنطقة من حافة الواقع، ثم نضع الواقع في مذيب كان يكون إيثانول أيزوبروبانول، وثم ننتظر لحين ما يبدأ السائل بالتحرك باتجاه الأعلى، راح يقوم بحمل إذابة هذه المادة وحمل العناصر أو المركبات الموجودة ضمنها باتجاه الأعلى. بعد أن يصل المذيب إلى هذه النقطة، راح نضع الواقع على اليوفيلايت ونلاحظ انفصال المركبات الكيميائية. لاحظ هنا أكو صورة أيضا. هذه الصورة تبين أن عملية TLC. لاحظوا هذا المذيب، هذه هو الفلتر بيبر اللي وضعنا عليها المادة الكيميائية، وتم ترحيل هذه عناصر المادة الصفراء، وهذه باللون الأحمر وباللون الغامق هي هذه عناصر المكونة للمادة اللي وضعناها على سطح الواقع. تطبيق التجربة أو تطبيق العملية أو تطبيق هذه التقنية له عدد من الأساسيات. أولا لازم نحدد البيزلاين. البيزلاين هو النقطة اللي نضع عليها هذه المادة اللي تبدأ من عندها عملية الترحيل. هذا واحد. ثانيا لازم نختار مذيب مناسب
قادرة على إذابة هذه المادة. يعني لو على سبيل المثال كانت هذه المادة هي مادة عالية القطبية، لازم يكون الماء المذيب هو مذيب عالي القطبية حتى يكون قادر على إذابة وترحيل المادة ونقلها إلى الأعلى. هذا يعني ثلاثة، لازم تكون عندنا الـ end line، خط النهاية. لازم ما نسمح بالمادة أو للمذيب بالاستمرار بالصعود، مجرد أن يصل إلى خط معين، حدد خط معين، خط النهاية اللي يكون على بعد سنتيم من حافة الواقع كما هو للبيز لاين، حتى لا نفقد المادة. وبالتالي ممكن أنه المادة التي في البداية موجودة في أول المواد المنفصلة، ممكن استمرار المذيب بالصعود راح يبدأ بالتطاير وتتطاير هذه المادة معها، وبالتالي ما عرفنا ولا قدرنا نشخصها ونعرف نحدد نوعيتها. هذه عدد النقطة الأخرى، لازم نحدد الـ RF value. الـ RF value أو الـ retention factor اللي هو مدى التحليل. هذا من جاي؟ جاي من retention value، جاي من A على B. A هو المسافة اللي قطعها المذاب على المسافة اللي قطعها المذيب. لو افترضنا هذه الورقة طولها خلينا نقول 10 سنتيم، هذه النقطة من هذه النقطة إلى هذه النقطة اللي هذه هي اللي قطعها المذاب، لو افترضنا أنه هذه 6 سنتيم والمسافة اللي قطعها المذيب هي 8 سنتيم، راح نقول الـ retention value لهذه المادة ضمن هذا المذيب هي 6 على 8، وبالتالي راح نستخرج retention factor لهذه المادة. هذه تقنية الكروماتوغرافي، لأن مثل ما قلنا واسعة التطبيق وسهلة الاستخدام، ويمكن تطبيقها بأدوات بسيطة جدا، ويمكن الحصول على المستلزمات اللازمة لعملها بشكل سلس ومتاح في أغلب المختبرات. الآن راح نشوف تجربة عملية لعملية الكروماتوغرافي. لاحظوا وياي هذه الأدوات اللي تحتاجها لتجربة الكروماتوغرافي. هذه الورقة هي أساس العمل، ورقة TLC الثلاية الكروماتوغرافي اللي يكون عبارة عن طبقتين من السيليكا جول وبينهما شريحة زجاجية. أحيانا يمكن الاستعراض عنها بفلتر بيبر أيضا لتطبيق هذه التجربة. أيضا نحتاج إلى جار اللي هو يكون بيئة مناسبة للتحليل، مكان للتحليل نضع فيه المذيب ونضع فيه ورقة الكروماتوغرافي. أيضا نحتاج إلى ستاندرات، ستاندر X ستاندر Y، وهذه هي المادة المجهول مكوناتها. هذه المادة مجهولة المكونات، راح نكشف عن مكوناتها ونقارنها مع الستاندر X والستاندر Y اللي هما مثلان مركبات معلومة. وأيضا نحتاج إلى المذيب، المذيب يكون داخل الجار، داخل هذا الجار الزجاجي، المذيب لغرض عملية التحليل. لاحظ أول خطوة مثل ما قلنا نصنع البيز لاين اللي هو خط قاعدي على مسافة سنتيمتر أو سنتيمتر ونصف من مستوى أو من حافة الواقع. نؤشر مناطق لنضع عليها المواد، هذه A B C D، أو نقدر نعطيها الأرقام 1 2 3 4. لاحظ هذه المادة، هذه قنينة unknown، مادة مجهولة لا يعرف محتواها، مجهولة هل هي X هل هي Y هل هي أي شيء آخر. عندنا أيضا نحتاج ستاندر X ونحتاج أيضا ستاندر Y. شنو ستاندر X؟ ستاندر X هو مادة معلومة، وستاندر Y أيضا مادة أخرى معلومة. إحنا هنحاول نكشف هل هذه المادة تحتوي على أي منهما، تحتوي على X أو Y، أو تحتوي كلاهما، أو ربما لا تحتوي على أي منهما.
هذا راح نكتشفه من خلال فصل المركبات، وراح نتعرف على المركبات المكونة منها هذه القنينة الأنوم، ومن ثم نحدد إذا كانت تحتوي على X، تحتوي على Y، تحتوي على X و Y معا أو لا تحتوي إما. لاحظ وضعنا أول مرة X ومن ثم Y. لاحظ هنا بالمرة الأولى وضعنا المادة X في هذا المكان، ووضعنا قطعة أيضا من المادة X في هذا المكان. هذه المرة راح نضع قطعة من المادة Y وقطعة من المادة Y أيضا. شو راح يكون عندنا؟ حيكون عندنا ثلاث مناطق أو ثلاث مواد معلومة لمقارنتها مع المادة المجهولة X Y و X Y والأناون ماتيريال. بعد ذلك نضع المادة المراد الكشف عنها على النقطة الرابعة. لاحظ عندنا XY و unknown material. بعد هذه المرحلة راح نضع هذه الورقة الكروماتوغرافي بيبر، نضعها في جار لغرض فصل المكونات، لغرض التحليل وفصل المكونات الموجودة بداخله. الآن نضع المادة المذيب السوليفنت. هذا السوليفنت يجب أن يكون في مستوى أدنى من البيزلاين. إذا كان ارتفاع البيزلاين سنتيمتر ونصف سنتيمتر، سنتيمتر ونصف، لازم يكون مستوى السائل لا يتجاوز هذا الحد، أقل من هذا الحد، لا يتجاوز سنتيمتر. لغرض أن يكون عملية انتقال السائل عبر المادة أو حمل السائل للمادة يكون عن طريق الخاصية الشعية، وليس أن تغمر المادة التي وضعناها على الورقة في داخل السائل. راح يتحرك، لاحظ وين وصل السائل، وصل إلى هذه النقطة. قبل أن يوصل السائل إلى حافة الورقة العليا نرفع الورقة، نستخرجها من المحلول ونبدأ بفحصها. لأن إذا بدأ السائل وصل إلى حافة الواقع وبدأ يخرج من حافة الواقع، قد نفقد معه بعض المواد الموجودة المذابة فيه، وبالتالي لا نحصل على صورة حقيقية. لاحظ هذه النقطة اللي وصلها المذيب. الآن نفحص الواقع تحت اليوفي لايت. لاحظ تحت اليوفي لايت، الصورة تحت اليوفي لايت، تحت الأشعة فوق البنفسجية. لاحظ هذه X، هذه Y، إلى أين وصلت؟ هذه XY، لاحظ X و Y. لاحظ هذه المادة المجهولة في أي مستوى موجودة؟ موجودة في نفس المستوى الذي تتواجد فيه X. لاحظ؟ بالتالي هذا ينطينا فكرة عن أن محتوى هذه المادة القنينة المكتوب عليها unknown المجهولة هي تحتوي على المادة X وليس المادة Y، تحتوي فقط على المادة X. من خلال هذه الصورة لاحظنا أنه هذه المادة المجهولة تمتلك نفس الخصائص المادة X، نفس مستوى التحليل ونفس اللون، تحت أشعة اليوفي على ورقة الكروماتوغرافي، وبالتالي هي تنطبق عليها خصائص مادة X، وبالتالي هي مادة تمثل المادة X. الآن نبدأ بحساب الـ RF factor. RF factor المسافة التي تتحركها البقعة السبوت أو المادة على المسافة التي تتحركها المذيب. هذه النقطة البيزلاين، نبدأ من هنا نحسب مسافة المذيب إلى النقطة التي وصل إليها الأخيرة، ونبدأ بحساب المسافة التي قطعتها هذه المادة. إيش قد المسافة؟ هذا الرقم مسافة هذه المسافة على المسافة الكلية اللي قطعها المذيب. لاحظ الـ RF 28 ملي متر على 8 سنتيم، يعني 2.8 سنتيم على 8 سنتيم 35%، هي retention value للمادة X في هذه التجربة. هذا ما يتعلق بموضوع الكروماتوغرافي.
تم إجراء تجربة لفصل والكشف عن مكونات مادة مجهولة. هذه المادة المجهولة اتضح أنها مطابقة لستاندر X أو المادة X، والـ RF value هي 35% في هذه التجربة. الآن أتحدث عن الجزء الآخر من محاضرتنا اللي هو الإلكتروفوريسيس. الإلكتروفوريسيس is a general term that describes the migration and separation of charged particle ions under influence of the electric field. مصطلح عام يصف هجرة الجزيئات المشحونة أو الجسيمات المشحونة تحت تأثير تيار كهربائي أو تأثير حقل كهربائي. Electrophoresis system consists of two electrodes of opposite charge, anode cathode. النظام الإلكتروفوريسيس أو مبدأ الإلكتروفوريسيس يعتمد على وجود مصدر للتيار الكهربائي power supply. هذا power supply راح يوفر لنا قطب سالب وقطب موجب ليوضع يرتبطن بحقل موصل للتيار الكهربائي في بفر موصل للتيار الكهربائي. هذا البفر راح يعمل على نقل الشحنة أو على توليد أو على توصيل التيار الكهربائي في ضمن هذه البيئة. راح تتحرك الجزيئات المشحونة المواد الكشف عنها بناء على الشحنة. يعني لو كانت وضعنا جزيئة سالبة الشحنة في هذا المكان راح تتحرك باتجاه الشحنة الموجبة، ولو وضعنا جزيئة موجبة الشحنة راح تتحرك باتجاه الجزيئة السالبة أو باتجاه الشحنة السالبة. مسألة الإلكتروفوريسيس كتقنية الإلكتروفوريسيس تكنيك هي حركة تعتمد على حركة الجزيئات المشحونة ضمن حقل كهربائي. أما جهاز الإلكتروفوريسيس، جهاز الإلكتروفوريسيس يعمل وفق هذا المبدأ. قد تختلف أجهزة الإلكتروفوريسيس، قد تتباين في شكلها، تتباين في حجمها، تتباين في استخداماتها، لكن المبدأ واحد هو تعتمد على حركة الجزيئات المشحونة ضمن حقل كهربائي وضمن بيئة موصلة للتيار الكهربائي. التجربة عندنا هي ترحيل الـ DNA. طبعا هذه مستخدم شائع جدا في مجال استخلاص الـ DNA ومجال كشف عن شريط الـ DNA الإلكتروفوريسيس. الأدوات اللي يحتاجها اللي هي كاستنج تري وول كامب. هذه الأدوات كاستنج تري وول كامب فولتج سورس جل بوكس يوفي لايت، هذه أجهزة تتوفر. طبعا كاستنج تاي وول كامب فولتج سورس وجل بوكس كلها هذه ضمن جهاز كامل، تأتي ضمن جهاز كامل، جهاز اللي هو خاص بالإلكتروفوريسيس تقنية الإلكتروفوريسيس، لا يحتاج إلى توفيرها. طبعا تأتي مع الجهاز بشكل كامل. اليوفي لايت أيضا يجب أن يتوقع لدينا يوفي لايت مصدر للأشعة فوق البنفسجية. عندنا TE بفر أو TBE كبيئة موصلة للتيار الكهربائي، وعندنا الأجاوز لغرض صنع الإلكتروفوريسيس ميديا والإثيديوم برومايد. طبعا هذه ستوب كونستيشن 10 ملي جرام، أحيانا تحتاجها وأحيانا لا نحتاجها. الغرض هي خلق صبغة لونية تظهر على أشعة اليوم. طريقة العمل، طريقة العمل إنه ناخذ 1 غرام من الأجاروز اللي هو يكون باودر ويذاب في TAE بفر أو TBE بفر ويتم ذوبانه بشكل كامل، ومن ثم نتركه يتصلب. راح يكون عندنا جل مثل طبقة من الجل اللي هي راح تكون بيئة مناسبة للتحليل. طبعا الجهاز هنا هذه الصورة، لاحظ هذه الصورة، هذا هو جهاز الإلكتروفوريسيس. هذه الإلكتروفوريسيس تاي باور سبلاي مصدر للتيار الكهربائي، أقطاب كهربائية تظهر تربط على جانبي. لاحظ هنا هذه الصورة أوضح، سالب والموجب، سالب هو الأسود غالبا والأحمر هو الموجب. هذه تأتي من مصدر التيار الكهربائي. هذه التري خاص بالجل، نضع عليه الجل أجاوز ونضع الكامب.
الوول كامب. الوول كامب شنو فائدته؟ فائدته يخلق هذه الثقوب، هذه الثقوب هي اللي راح نضع فيها عينة الدي ان اي كما مبين في هذه الصور. نضع عينة الدي ان اي في هذا الصور ونملأ هذا التراي بالتي اي او التي بي اي بفر. هنا ملاحظة مهمة، لما استخدمنا هنا اخذنا واحد غام من الاغاوز مزجناه ويا من ويا تي اي اي بفر او تي بي اي بفر. هذا تي اي اي بفر او تي بي اي هو نفسه اللي راح نستخدمه لملء هذا التري في هذه المنطقه، هو نفسه اللي ذوبنا به الاغاوز وصنعنا من عنده هذا الجل. الاغاوز يجي شكل بودر ذوبه في التي اي اي بفر وبالحاره طبعا، ومن تلك الصلبه حطينا هذا الاغاوز جل. هذا الاغاوز جل هو ناتج من التي اي اي بفر مع الاغاوز. لما اجي اتس هذا املا هذا التري بالبفر، البفر هو لازم نفس البفر اللي استخدمته في صناعة الأغاوز. يعني ما ممكن أنا أستخدم TBE بفر لصناعة الأغاوز جل وأستخدم TAE بفر لملء التري، لا خطأ. هنا حصل عندنا مشكلة، حصل عندنا مشكلة بالتوصيل، لأن هذا اختلاف التركيز واختلاف طبيعة البفر واختلاف توصيلية البفر راح تأثر عندنا في قراءة النتائج، راح تأثر عندنا في حركة في هجرة المادة من طرف إلى آخر. فبالتالي يجب أن أستخدم التي اي اي بفر في صناعة الأغاوز، أستخدم نفسه في ملء التري. إذا استخدمت التي بي اي في صناعة الجل أغاوز أيضا أستخدمه في ملء التري. طبعا هنا لازم يكون مخفف لان هذه الاستخدامه بشكل مركز راح يؤدي الى صعوبه حركه الماده في الجو. ثم ابدا مثل ما هذه الصوره تبين لنا، ابدا بملء عينه وضع عينات الدي ان اي وانطي اتحكم منها بالتيار الكهربائي، كميه التيار ومده التيار الكهربائي ايش قد نحتاج، كم ملي امبير او كم ملي فولت، والمده اللازمه لعمليه التحليل عمليه الفصل، وانتظر لنهايه الوقت. بعد نهايه الوقت راح اخذ هذه ارفع هذه الجل اغاز واضعها على اليوبيلات والاحظ شريط الدي ان اي الموجود في هذه الجل أين وصل وأين يكون موقعه من اللدر. اللدر اللي هو ستاندر كما استخدمنا في الكروماتوغرافي ستاندر إكس، راح يكون عندنا اللدر، اللدر اللي هو دي إن إي معلوم الحزم مالته، راح نقارن حزم الدي إن إي الجينات الموجودة عندنا مع اللدر المستخدم في التجربة. هذا ما يتعلق بالمختبر التاسع. طبعا هذه التجربة مكلفة، تحتاج إلى مواد وتحتاج إلى أدوات بعض الثمن. إن شاء الله تكون فرصة بالمختبر نجريها وتم تصوير التجربة ونشرها على الموقع. هذا ما يتعلق بموضوع الكروماتوغرافي الالكتروفوريسيس. في حال وجود استفسارات حول موضوع المحاضرة يرجى التواصل مع أستاذ المادة على منصة التعليم الإلكتروني في الجامعة في موقع الجامعة الإسلامية.